هجومية الكرة داخل منطقة الجزاء، أخذ ورد ولكن التغطية الدفاعية حاضرة لدفاع اتحاد العاصمة والهجوم المعاكس. ومعاد حداد أول بأول يتدخل، عادت الكرة على الجهة اليسرى، بن حمودة يحاول المرور إلى بلال بن قاسم، بن حمودة من جديد بالقدم اليسرى داخل منطقة الجزاء، خطيرة، جول جول. أية بداية، البداية ترسم وتكتب بالأخضر أو بالأسود والأحمر. اتحاد العاصمة يعثر عن معالم طريق الشباك المولودية ويفتتح مجال التسجيل بعمل رائع وجميل. اتحاد الجزائر يصلون إلى الشباك ويفتتحون باب التسجيل بواسطة المتألق، بواسطة المتوهج، بواسطة المبدع في آخر الجولات. الحديث عن حمزة كودري، التحضير كان من بلال بن حمودة، وكودري يسجل من جديد. كودري يدك الشباك ويعطي رونقا خاصا لهذا الدربي من أجل مشاهدة أهداف أخرى جميلة ورائعة في هذه المباراة. يا لها من بداية. إبراهيم صفور، نظن اتحاد العاصمة بدأ المباراة كما لازم الحال، يعني بتسجيل هدف مبكر. شفنا يعني تحسن من ناحية الهجومية لاتحاد. وعاد حداد، ودقيقة واحدة كوقت بديل، دقيقة واحدة إذا أنيس كوقت بدل ضائع من زمن شوط المباراة الأول الذي مثل ما قلت لم نشاهد فيه الشيء الكثير ما عدا هدف الاتحاد في هذه المباراة. نتمنى أن يكون الشوط الثاني مغاير ومليء بالإثارة ومليء أيضا بالجودة من اللاعبين على الجهة اليسرى. مراوغة رائعة من نبيل العمارة داخل منطقة الجزاء، أرضية راسية، جول 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 جول. التعادل للمولودية، التعادل لمولودية الجزائر بواسطة المتألق بالخير بشكل رائع وبشكل مميز وبرأسية قوية يعود إلى أجواء المباراة ويعيد فريق مولودية الجزائر إلى المباراة في مباراة مجنونة في آخر اللحظات. هدف في البدايات وهدف في النهايات، هكذا كان الشوط الأول. إبراهيم، نظن يعني هدف ممتاز من بالخير، يعني رأسية محكمة يعني حطها في الزاوية، حتى في العارضة، حتى نقوله يعني هدف من أروع ما يكون برأسية بالخير. نظن حتى التمريرة من العمارة كانت ممتازة، هذا يخلي يعني مولودية يستطيع عن تسجيل هدف ثاني. ها هي الكرة والمحاولة، شاهدنا ربيع يقسم للحكم أنه لم يكن هناك ركنية ولكن الحكم أعلن عن الركنية، والعرضية حاضرة، راسية، جول 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 جول. أي دربي، أي متعة، فريق يسجل والآخر يعدل. الاتحاد يعود إلى أجواء المباراة، الاتحاد يسجل الثاني على المولودية، الثلاثة أهداف استمتعنا من خلالها. أنت سجل وأنا أسجل، أنت دون وأنا أدون، والنتيجة الآن 2 للاتحاد 1 للمولودية. إبراهيم زفور، نظن نقص تركيز المدافعين، يعني أنا نشوفه عدم مراقبة لاعب بالعيد، يعني خلاوه تقريبا لوحده. نظن ربيعي خلاله مساحة كبيرة وما قدرش انه يتدخل في هذه الكرة، وحتى انه ربيعي يعني حط الكرة كما لازم الحال وين الحارس شعال، يعني كانت بعيدة عليه ما قدرش يخرجها، لمسها لكن ما كانش عنده القوة الكاملة باش يخرج هذه الكرة. ارتقى بالشكل الأمثل وبرأسية قوية على يسار الحارس فريد شعال، الاتحاد يأخذ الإسبقية من جديد. هكذا نريد أن نستمتع من هجمات معاكسة منظمة يحاول قتل المباراة وتسجيل الهدف الثالث. وصلت على الجهة اليسرى بن ساحة، واحد على واحد بشكل رائع، بن ساحة إلى الأمام، وصلت لفريوي داخل منطقة الجزاء، واحد على واحد فريوي، لا زالت خطيرة، جول جول جول. المولودية تعود بواسطة بالخير الذي يتألق من جديد ويبصم على الثنائية في هذه المباراة، واحد يسجل والآخر يسجل. استمتعنا صراحة بواحدة من أجمل المباريات. المولودية تعود إلى أجواء اللقاء، 4 أهداف كاملة شاهدناها في المباراة، استمتعنا. إبراهيم زفور،
نظن يعني نقدروا نقولوا هدف مستحق لمولدية الجزائر، يعني بعد الضغط اللي قام به. يعني هنا نشوفوا خطا يعني دفاعي، تمركز دفاعي، ونظن انه اللاعب بوشينا هو اللي سجل ضد مرماه. يعني لو نعاود نشوفوا يعني هنا نقدروا نقولوا ان بوشينا هو اللي سجل ضد مرماه. فعلا العمل الكبير قام به فريوي.